طيب شباب، اهلا بيكم، معكم سبيتو. اهلا بيكم في كلكم فيديو جديد في حاجه شباب في سلسلتنا على كلاميتي مود. منورين شباب بعد الحلقه الجميله العظيمه اللي عملناها المره اللي فاتت بتاعت مون لورد. اوكي شباب، تكون تنتهي اخر حلقاتي للبصات السهله في المود ده، لان انا عارف بعد كده هبتدي اموت مره واثنين وثلاثه وعشر قدام البصات الجايه، ودي حاجه انا متيقنها وفعلا متفهمها. فلو لقيتوني بموت كتير ضد البصات اللي جايه، ما يعني ايه، ما تتفاجئوش. الموضوع ده هيبقى جدا باني مش عارف اي بصات دي، ولسه هتكون ببتدي اتعلم ضرباتهم شباب، وهيكونوا برضو سرعتهم كبيره جدا ودمجهم عالي قوي، فطبيعي ان احنا نكون بنموت اكتر مره، وطبيعي ان احنا نكون بنجرب كلاسات اسهل من الميل ضد بصات معينه. ممكن اكون بلجا لكلاس النحل او كلاس الميج او حتى كلاس الرينج. انا بلعب بالميل شباب من اول ما بدات السلسله دي حتى الان بشكل مستمر، ودايما بغلب كل البصات اولا بكلاس الميلي، بعد كده ببتدي اجرب كلاسات ثانيه عليه. لكن ده شباب ما اعتقدش ان هيكون نفس الوضع بعد المولور، يعني حتى الان تقريبا خلصين 70% من البصات، لكن احنا لسه عندنا حاجات كتير تاني بعد المون لورد. فاتمنى شباب تكونوا مستعدين، لان تقريبا كلاميتي مود هتبتدي بحق وحقيقي دلوقتي شباب. فطبعا شباب احب اشكركم على دعمكم خلال الفيديو اللي فاتت، وبالاخص على الفيديو اللي فات بتاع المون لورد. اتمنى فيكم عجبكم وتكونوا استمتعتوا بيه، وان شاء الله برده حلقه النهارده هتكون بذات المتعه. ونبتدي شباب طبعا بالكومنتات بتاعتنا. واحد بيقول لي حط لي في القايمه اسمي يوسف. اوكي يوسف، شكرا على دعمك وعلى كومنتك. اكرم بيقول جرب كلاس الرينج يا مستر بي. ممكن انا حتى انا بفكر في موضوع كلاس الرينج ده. واحد تاني بيقول مستر بيت ممكن تقدر تصنع حاجه تخليه تبدل قلوبك الى 798، وتقدر تصنع حيوان هو بنت انمي. يحييك صديقك من ليبيا، شكرا واهلا بكل اهل ليبيا، تحياتي لكم كلكم. فكره بقى الابجريد بتاع قلوب، تقريبا في لسه في ابجريد ممكن نعمل بعد مون لورد، بس مش عارف ايه هو بالظبط. ناصر بيقول بليز يا مستر بيت خلي فقر بعد ما تغلب اي بوس او اي زعيم جرب عليه التراب بايوم بليد، وسجل اسمي جواد. شكرا شكرا على دعمك، وطبيعي انا بعمل كده، بس بوريكم قد ايه البايوم بليد فعلا سلاح معمول له جليتش او سلاح بايظ او اي حاجه. انا حاليا مش بلعب بيه لان فعلا بيموت من لورد في اقل من دقيقه. علي بيقول تطورات مهمه اتذكر لك فيهم المره الثانيه، انك تكون عندك بلاد اورنج والميركل فروت. اوريدي يا علي انا اوريدي عملت الاثنين دول، تمام؟ فانا مش دمي مش هيوصل لحد 700 من غير ما اكون عملت الاثنين دول اساسا. بالنسبه للي يصير بعد اكتر من لورد، ثلاث شغلات. اولا الهولود بي رازبن جداد بيعطوه ديفايم جيود، وثاني شيء الدنجن بيصير اقوى ويوقع ايتم مثل اكتوبلازم اسمه الفانتوبلازم. مهم جدا للتطويرات. وفي ثالث شيء في السماء جزر فيها ليمونايت بار. اما كيف تحصل على معدن جديد بعد مون لورد، اوكي شباب دلوقتي عند المعدن الجديد ممكن يكون بتجيبه بعد بوس مون لورد، اللي هو البوس هنكون بنغلبه النهارده، وراح لازم في الاندر جراوند جانجل ويعمل ماين باكس ليمونايت او اي واحد. واتمنى تعمل اللي قلت عليه وما تسحب مثل كل مره. حضرتك انا ما سحبتش، اللي انت لو متابع، ولو انت متابع كويس انا عارف انك متابع كويس، بس انت واضح انك ما خدتش بالك ان انا عملت قبل كده ابجريدز دي. واحد ثاني بيقول لي يا مستر بيت لازم تكون بتطور ريد سكور عشان تقدر تكون بتنتقل عن طريق الزر بتاع الكيبورد. انا قلت كده الحلقه اللي فاتت، وهكون بجرب الموضوع ده معاكم في الحلقه دي. لافي بيل بيقول الايت بريزم اعتقد دي اللاست بريزم اللي تعمله ابجريد، راح يفيدك في قتال اخر بوس في كلاميتي اللي هو السبريم كلاميتس. استعمله بيفك لك الازمه. ده هجربه، لازم يتجرب ده. بونيجيشن بيقول لهيك السلاح فنان، عنده تطويره تاني بعد هذه التطويره، انت قصدك على اونكس بليد. والنهارده شباب الاسماء اللي هتكون بتضم لينا هو يوسف وجواد وبونيجيشن. شكرا شباب على تعليقاتكم وعلى كومنتاتكم شباب، شكرا على كل دعمكم. وزي ما انتم متعودين كل حلقه لو انت سبت لي كومنت او حتى كومنت حلو مش لازم يكون نصيحه يعني، عندك فرصه ان اسمك يكون بيتضاف معانا في السلسله دي. في حاجه يا شباب اسمها الدون لايت سبيريت اوريجن، دي شباب مختصه بالرينج اتاكس، يعني دي مختصه بكلاس الرينج، واعتقد دي هتبقى ممتازه جدا لو انا حبيت اكون بجرب الكلاس ده، برضه عاوز اكون بعملها واخليها معايا. بعد كده عندي الديفيكت اميولت، دي عباره عن ابجريد يا شباب للستار فايل لو انتوا تفتكروه في التريال العاديه، طبعا بالاضافه لتشارم في ماس، عباره عن اتحاد من الاثنين دول. فطبعا ده هيبقى كويس لو حبيت مثلا اكون بعمل هيل بسرعه او حتى اخد انفيزيبيليتي فريمز اكتر. وطبعا ما ننساش حبيبتي الكل الدريل كونتيمنتيونت يا شباب، عاوز انكم نعملها عشان عاوز اكون بجهز ارينا للبوس بتاع النهارده. اول حاجه عاوز اكون بعملها معاكم هي الجينيس بيك اكس، دي يا شباب البيك اكس اللي هنكون بنعمل بيها مايند الروت اللي ظهرت موجوده عندنا في السماء، عباره عن 10 ليمونايت بار و12 ميلد كونستراكت. اعمل كده كرافت، جميل جدا. يلا بينا يا شباب، اول حاجه محتاجين نكون بنعملها بعد ان احنا نكون بنطلع للجزر الموجوده في السماء عشان نشوف الحاجات الجديده اللي اتضافت. اوه هو هو، وات از ذس، وات از ذس، وات از ذس، اوكسيديوم كلاستر. واو، ايه ده كله، ايه ده كله، ايه دي يا شباب، كل ده ليمونايت واوكسيديوم كلاسترز، الحاجات اللي احنا محتاجينها اساسا. اعمل ماين لكل ده يا باشا، اعمل ماين لكل ده، ويلا نجمع كل ده. أوه واو، بصوا معايا كام ليمونايت، معايا تقريبا 1500 ليمونايت ومعايا تقريبا 1000 اكسيديوم كلاستر، ونحط دول كده يا شباب هنا. اوكي معانا السندر بليد، كويس جدا. السندر بليد شباب عباره عن اوبسيديان مع اسنس اوف لايت، نعمل برده كرافت. محتاج خمسه من ده، ومحتاج 10 اكسيديوم كلاستر، ومحتاج 30 ستار داست فراجمنت عشان نكون بنعمل النورماليتي ريليكيتور. فهنكون بنحط الريد سكور بتاعتنا كده اهو، ده هنا يا باشا اهي يا شباب النورماليتي
كريمالتي ريلوكيتور، اعمل كرافت. ده شباب الابجريد بتاع الرود ديسكورد، المفروض دلوقتي انا اكون بستعمله عشان اكون بتنقل من مكان للتاني. اوكي مش عارف، بس انا كنت محدد اني الزر عشان يتنقل. اوكي هو مش شغال، هو ممكن يشتغل بكليك. بنشتغل بده. اوكي جميل جدا، لكن انا عاوز اكون بغير الزرار ده، اللي احنا بنعمل تيليبورت بزرار غريب شويه عني، لكن هو قريب مني مش وحش، بس انا عاوز اكون بخليه زرار تاني. اهو يا شباب الكليمت مود نورماليتي ريلوكيتور، عاوز اكون بخليه ايه يا شباب، جميل جدا. دلوقتي لو انا عملت كده ايه نايس، اخيرا بيشتغل، اخيرا يا شباب بيشتغل. حاجه تانيه كنت عاوز اعملها معاكم يا شباب، انا فكرت في ان اكون بعمل السولار ارم بالنسبه لكلاس ميلي، مش عارف ده هل هيكون ذو فايده ولا لا صراحه. لو تفتكر شويه عملت الاسترال ارمر الحلقه اللي فاتت، اتوقعت ده يكون بتاع ميج اساسا، بس ده مش بتاع ميج. يعني هو في 80 مانا و20 ماكس لايف، لكن سيت بونس ان هو بيزود لك 83 سلوتس زياده. يا بصوا 3 ماكس مينيونز، فطبعا دي ممتازه جدا بالنسبه لكلاس الرينج، بس برضه مش عارف ايه اخبارها بالنسبه لكلاس الميلي، بما ان الديفنس بتاعها قليل نسبيا. بمعنى اصح الارمور ده مش وحش، بس مش عارف اذا كان هو هيكون افضل حاجه بالنسبه للكلاس ده. فنجرب يا شباب نكون بنعمل السولار ارمور. اوكي ارفع ده فوق يا باشا، ارفع ده فوق. دلوقتي لو جينا جربنا نلبس الارمور ده يا شباب، دلوقتي بص الديفنس بتاعي 176 بالارمور ده، 171 بالارمور ده، 176 خمسه بس ديفنس، معقوله؟ بس الفكره في الشيلد بتاعه، بالاضافه طبعا لللايف ريجنريشن. انا كنت بجرب الصراحه الارمور ده، هشوف لو كان حلو ولا لا صراحه، انا برده مش متاكد. فانا عاوزكم بحط الارمور ده كده يا شباب في الاحتياطي، ده برده مش وحش، ده ممتاز جدا للديفنس، واعتقد ده هيبقى افضل حاجه بالنسبه لي ضد البصات اللي جايه بعد المون لورد. وهي يا شباب الدريل كونتينمنت يونت الدي سي يو، احد افضل الحاجات للمايننج في اللعبه. بعد كده عاوزكم بعمل اثنين كور اوف كلاميتي، واحد اثنين. بعد كده عاوزكم بعمل الديد شوت براتش. وهي يا شباب الدون لايت سبيريت اوريجين، اعمل كده كرافت، جميل جدا، دي يعتبر اكسسوري ممتازه بالنسبه لكلاس الرينج. بعد كده نكون بعمل الستار فايل، بعد كده نكون بنعمل الشارم اوف ميث، بعد كده نكون بنعمل الديفيكت اميلت. يا شباب نكون عملنا الديفيكت اميلت، ده برده اكسسوري ممتاز جدا بالنسبه لكلاس الميلي. وفي سلاح تاني يا شباب ممتاز اسمه اوسيليستس كلاي مور، ده 574 ميلي دامج، 151% كريتيكال تشانس. انتوا شايفين الرقم ده؟ شايفين الرقم ده؟ ده لازم نعمله مع بعض. هي شباب اسليستيس كليمور، واو. اوكي بصوا ده سوبيريور واخد 631 ميلي دامج، عاوزكم بعمل له ليجندري او حتى جادلي ونشوف هيجي لكام دامج بقى. الليجندري 660 ميلي دامج، 156 كريتيكال تشانس. ودلوقتي يا شباب تعالى نشوف بقى نجرب الدامج بتاع الاسلحه بتاعتنا. اول حاجه اللي هو الارك اوف ذا اليمنتس، الدامج حتى الان بيطلع ل 80000 83000 بصوا شايفين ارقام 83000 80000 واو. اوكي ده اول حاجه يا شباب شفتوا ده، عشان بقول لكم السلاح ده هو سلاحي المفضل الجديد، حتى الان الدمج بتاعه 1292 طبعا بالارمور ده. لو انا بدلت الارمور ده الدمج بتاعه بيقل 947، فطبيعي عشان ده الارمور بيقلل الدمج لكن بيعلي الديفنس. بالنسبه بقى للترو بايون بليد بي كلاس الهولو اللي هو مكسور، الدمج بيطلع 180 200000 اهو طالع 300000 400000 500000 يعني، عشان بس تبقى عارفين. لو انا بدلت كده اهو اللي هو العادي ثانيه واحده بدل، ايوه مفيش غيرها ولا ايه؟ وانا مش عامل اي حاجه غيرها؟ ممكن. بالنسبه بقى للكليمور الجديده بتاعتنا، بص الدمج حوالي 60000، فده طبعا ممتاز جدا. ودلوقتي يا شباب عندي بوشن جديد ظهر اللي هو الفلاسك اوف هولي فليمز، دلوقتي اي ميلي او ويب او روج اتاكس انفليكت هولي فليمز، جميل جدا. اشتري 30 من ده، بس كنت محوش تقريبا 40 بلاتينيوم قبل الحلقه. بمناسبه اورنكس بلاستر يا شباب، زي ما بتقول لي في الكومنتات ان هو ليه ابجريد اسمه الاونكس تشين بلاستر، وده ليه ابجريد تاني ليه ده الانوكسيا، ده عباره عن ايه؟ رانك سان فراجمنت وكوزميلايت بار، وده الرينج بتاعه 156. وانتوا بتقولوا دايما ان ده ممتاز جدا، لكن انا برضو مش شايف ان هو ده مش عالي قوي للدرجه دي، يمكن الموضوع يختلف لما اجي اعمل له ابجريد يا شباب. لكن عشان نقدر نكون بنعمل ابجريد للتايرنت ده يا شباب بنخليه الترو تايرنت، محتاجين الاولي بلو، وده يا شباب نقدر نكون نجيبه بعد ما نغلب البوس بتاع النهارده. وبمناسبه البوس النهارده يا شباب عندنا ايه نغلبه؟ البروفاند جارديانز. اوكي دول ثلاث بوسات، وكل واحد شكله غريب عن الثاني، شكله مخيف، حرفيا شكله مخيف يا شباب. دلوقتي لازم اكون بجيب البروفاند شورد، دي عباره عن الانهولي اسنس وخمسه ليمونايت بار، ودي بتحاربه يا اما في الهالو يا اما في الاندر وورلد ديورنج داي تايم، يعني المفروض نحاربه في الجحيم تحت او في الهالو في الصبح، لان بالليل هيكون بيتعصب، واي بايوم غير كده يكون بيتعصب. بمناسبه ان احنا اساسا عندنا هنا الارينا بتاعتنا اللي موجوده في الاندر وورلد ممكن نحاربه فيها، بس هكون برضو ايه بوسع بقى كل ده عشان هكون بحاول انط عالي. فده يا شباب بيجي دور هنا الدي سي يو بتاعتنا، بالاضافه محتاجين نكون نجمع الانهولي اسنس اللي هو كان محتاجها دي، فنشغل ده كده يا باشا. اوكي شوف بس محتاجين نكون بنقتل مين. يب
هولي يا شباب الانهولي اسنس الانهولي اسنس. اوه يا انت مين يا باشا؟ يا باشا باشا انت مين يا باشا؟ انت مين بس؟ مين مزعل الباشا ده؟ وبكده يا شباب تكون جمعت تقريبا 40 اسنس او اكتر حتى من 40 اسنس. فهكون دلوقتي بعمل اكويب للدريل كونتينمنت يونت، هعمل زوم اوت شباب، وهكون بفضي كل المنطقه اللي فوق دي. فكرت في موضوع تاني شباب، اكتشفت ان الاندر وورلد ده مهما حاولت اكسر فيه الموضوع ياخد مني ساعات كتير عقبال ما ابتدي اظبط الارينا هنا. رحت هنا شباب في منطقه الهالو، عملت الارينا كويسه كده، برده هكون برش كل ده حواله الهالو عن طريق الكلامينيتور مع البلو سوليوشن. وبالنسبه شباب لي بص الاستريم دي بس اعد لي سلاح اخير ما جبتوش منه اللي هو الجاد سبون هيليكس ستاف، سلاح صارم برده كويس. تعال نجرب شباب نفتح الباك دي مع بعض. لا للاسف ما جاتلناش. ودلوقتي شباب نكون بنعمل البروفاند شورد يا شباب. طبعا ذا بروفاند جاردن وين يوز ان ذا هالو اور ذا اندر وورلد ديورينج داي تايم. يلا بينا يا شباب. اوكي خمنوا دلوقتي في الكومنتات يا ترى كم مره هنموت من البوس ده. بس قبل ما تخمنوا هكون برش كل ده شباب كده بالبلو سلوش عشان كل ده يتحول للهالو عشان اعرف احاربه فيه من غير ما يتعصب عليا. ناكل الكيكه نرز من عندي السامنرز ونجهز شباب الاسلحه بتاعتنا. انا صراحه قلقان جدا 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 يا شباب. يلا بينا. اوكي 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 اورايت. في واحد فوق هنا اهو، ودي الاثنين متحوطين بدواير، اعمل لهم شيلد او حاجه. والتاني اهو الباشا، اهو التاني اهو. اوه الليزر ده، اوه الليزر ده، محدش قال ان في ليزر، محدش قال ان في ليزر. طب انا اعلمه ازاي ده؟ اعرف ان هو يضرب ليزر منين؟ اعرف ان هو يضرب ليزر منين؟ اوعى يالا اوعى يالا اوعى يالا، بس ابعد عني ابعد عني يا ولا ابعد عني يا ولا. انا عارف ان انا مش في الهالو، هو متعصب عليا نسبيا. اهدى سيكها سيكها سيكها، ما تتعصبش يا بيبي ما تتعصبش على مهلك. انت مين اللي معصبك؟ مين اللي مزعله؟ قول لي بس مين اللي مزعلك؟ قول لي بس مين اللي مزعلك؟ اول واحد مات.
ما هيلتش ولا مرة، ما هيلتش ولا مرة يا ولدي ليه، يا ولدي ليه. اوكي اوكي، لا لا، سقفة 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 ليه يا سقفة ليه. توقعت ان اموت اكتر مرة منه كمان. واو واو اوكي، لكن فايت لذيذ جدا صراحة، ما كانش صعب زي ما تخيلت، ودنيا كانت بتمطر وكان في عاصفة ثلجية ما كنتش شايف حاجة، لكن غلبناه يا شباب. ده ملوش باج يا شباب، هو ده ليه باج ولا ملوش باج؟ عشان انا حتى انا مش لاقي الباج بتاعته. انا جبت الكور يا شباب، واعلي برضو حاجة اسمه الفريم، بيقول لك some sort of ancient machine. دي كده يا شباب بنعملها ايه ده؟ هوريه كده البروفاين سايكل ده، ايه ده برضو؟ ما اعرفش ايه ده بالظبط. لكن شباب زي ما انتم متعودين احنا مش هنكون بنسكت على كده، هنكون برضو بنجرب بيه كلاس الميج. بالنسبه لكلاس الميج هكون بلعب طبعا بالاسر ارمور، المانا بولايزر، الهارت اوف ذا اليمنتس، الاسجارد فالور، البيرما فروست كونكشن، المانا كلوك. ثانيه واحده، احنا المانا كلوك دي ممكن نكون بنعمل لها ابجريد. ثانيه واحده، الايثيرنال تيلزمن، دي محتاجه الكوزميك انفل. لا نسيت نسيت نسيت، فكرت احنا ممكن نكون بنعمل لها ابجريد بالسهوله دي. ما علينا، الفويد اوف السجل اوف كلاميتيز، وطبعا الاجنحه والشوز بتاعنا. بالنسبه اسلحه شويه كنت بجرب الاسر سيف، وطبعا الالمنتال ري اللي عملته الحلقه اللي فاتت مع النبيولا بليز. ويلا بينا يلا بينا بالري بالري يا شباب بالري. بص السلاح ده، بص السلاح ده على الدمج اللي بيطلع فيهم، بص على الدمج اللي بيطلع فيهم. يا عيني يا ابني يا عيني يا ابني، ما كملش. اوكي، الموضوع كان لذيذ جدا يا شباب، الموضوع كان لذيذ جدا جدا جدا. هسكت على كده ابدا بكلاس النحل، بس قبل ما نشوف كلاس النحل شباب نكون بنحط الريليك بتاعته جنب المون لورد اخوه. دي القطعه الثانيه يا شباب، الهولي كريستال كور. كده احنا بس قاعد لنا دي الوور بانر اوف ذا سان، دي انكريز ميلي دامج وترو ميلي دامج وي ميل سبيد كلوزر يو تو انيميز، ممكن تزود لك لحد 20%. حلوه جدا دي، حلوه جدا جدا. بتفضل عامل السلاح ده، السلاح ده اللي هو سبير 1350 دمج، 1350 دمج. انتوا مستنيين ايه يعني؟ ورا حد ما اجيبه. اوكي يا شباب جبت سلاح اخيرا 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 يا شباب. اوكي افتح بقك يا شستر، افتح بقك يا جميل اهو. بص اهو انت فعلا بتطير مع ده، ده عامل زي يكون فعلا رمح. انت بتعمل ايه؟ انت رايح فين يا باشا؟ هو يفضل الاثنين لحد امتى؟ اي 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 ايه ده؟ في ايه؟ في ايه؟ اوكي 1350 شباب، ده عباره عن رمح بكل بساطه. لما تدوس كليك شمال كده اهو هيبتدي يتحرك ناحيه الرمح ده، شايفين اهو؟ ما تعرفش تعمل اي حاجه ثاني، مش عامل اي حاجه تاني غير ان اكون ايه بتتحكم فيه الرمح ده بتقام بالماوس، لكن غير كده لا. مش حاجه لذيذه قوي لدرجه توقعت ان هو يكون سلاح افضل، بس فكره انا لسه ما جبتش دي الوور بانر. يا شباب بالمناسبه الاولي بلوم هيكون بيترسبن بعد البوس ده، مش بعد البوس اللي احنا لسه محاربينه. اتوقعت ان البروفاند هي هي البروفيدينس، لكن ده غير ده. تاني بوس يا شباب عندنا هو المين الدراجون فلاي، الدراجون فلاي يا شباب. هنكون بنغلبه النهارده، ياب هنكون بنغلبه النهارده. عشان نكون بنغلبه يا شباب الدراجون فلاي محتاجين حاجه بسميها الاكزوتيك هورمون، عباره عن 5 لايف الوي مع 20 سولار فراجمنت. يا شباب يلا بينا. بيقول لك ده سامنز دراجون فلاي وين يوز ان ذا جانجل ان ريجز اوتسايد ذا جانجل. جميل، يعني محتاجين نكون بنحاربها في الجانجل يا شباب. اعتقد احنا كنا لسه عاملين اساسا ايه ارينا هنا، هي الارينا هي بتاعت الجانجل اللي كنا حاربنا فيها بوس قبل كده. تعال نجرب الارينا دي، ما اعتقدش انها هتكون كفايه، بس انا حتى الان مش عارف اصلا ضربات البوس ده عباره عن ايه، فبرضه مش عارف هل هيكون حظي حلو زي المره اللي فاتت واقدر اكون بغلبه من اول مره زي البوس اللي فات ولا لا. يا شباب قولوا رايكم في الكومنتات تحت، بعدكم لازمنا الصبح عشان نشوف ضرباتها ماشيه ازاي. نحاول نعمل زوم اوت كده شويه يا شباب ويلا بينا. فين هي؟ اوكي سريع جدا سريع جدا سريع سريع سريع. ريلاكس ريلاكس ريلاكس. اوكي بتعمل داش. بمناسبه تعلمت ازاي اعمل التليبورت في البوس اللي فات. اوكي اوي 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 اوكي اوكي اوكي. لا واحده 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 واحده، مستعجل على ايه؟ مستعجل على ايه؟ ما اعتقدش اصلا ده ان هو بوس كبير، اعتقد ده من بوس او حاجه، ان بوس كبير هيكون بعد ده ان شاء الله الحلقه اللي جايه. فحتى الان ضربتها ان هتكون بتعمل داش، فعرفت تكون بعمل داش بعيد عنها، هكون بعمل تليبورت، الموضوع مش هيكون صعب. جميل ادرينالين. بتطلع السيوف دي. بالكي بترميها عليا. ليه 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 عملت لي كي انا؟ عملت لي كي انا؟ بس عاوز امواتك بس.
اوه الليزر ده الليزر ده كويس بقى فاعمل تيليبورت جيتريج بس اوعى كده اوكي احنا وصلنا نص دمها يا شباب مع السلامة هتوحشينا هو ده البص يا جدعان ولا حتى قربت اني اموت لا ما ينفعش ودوني على انفيرنال يا شباب ما ينفعش اقعد هنا توضع بقى التواضع افتح الباك ده او بريمتلي انكريز دوريشن اوف ريج مود باي 1 سكند يس دلوقتي زودنا المدة بتاعت الرينج بتاعتنا او الرينج بتاعتنا ده سلاح ميج ده سلاح ميلي اوكي بيضرب بويزن مش 30 لازمه دي عباره عن اكسسوري 10% موفمنت سبيد واي سلاح رينج هيكون بيطلع ميني سوارمرز كويس ودور سلاح رينج بس الرينج متدلع قوي يا شباب عندنا هنا برضو ماتيريال تعال نشوف الماتيريال دي ممكن نعمل بيها ايه نعمل بيها ارمور يا شباب ده للمينيون ده للميج وده تقريبا للميلي يا شباب وبرضو ممكن نعمل بيها اكسسوري لكلاس الروج انا عاوز اكون ببدا اصلا كلامتي من اول وجديد بكلاس الروج يا شباب مش عارف ليه بس انا عاجبني جدا اكون بجرب كلامتي بكلاس جديد بقى وبكده يا شباب نكون بنحط ريليك جنب اختها بتاعت النهارده النهارده شباب غلبنا زي ما انتم شايفين بصين بصات جميله جدا الصراحه بالنسبه للوت اللي هنا انا في ايه ما جبتوش في السلاح ده اللي هو 603 ترو ميلي دامج هيلز بلاير اون هيت اوهو ده حلو قوي والاجنحه طبعا ودي اللي هي ماتيريال ما اعرفش ماتيريال ايه لكن بالنسبه لي الاجنحه ملهاش لازمه انا عاوز اكون بجيب السلاح ده بس يا ترى بايون بليد ممكن يعمل ايه في البوس ده يا ترى وحتى الان انا مش شايف بوس شايفين ده البوس بيحصل له ايه 20% 10% خلص على كده يا ده البوس يا شباب افتح الباج عطاني السلاح اهو اوكي ده مشكله ملوش اي بروجكتايل بس ده لو عاوز اكون بعمل هيلينج فاعتقد ممكن يكون اختار كويس لكن بكده يا شباب اعتقد الحلقه النهارده تكون خلصت فشكرا على دعمكم في الحلقه دي واتمنى فعلا تكون عجبتكم وتكونوا استفدتوا وشفتوا ازاي البصات بتتجلد مني انا حاسس ان الموضوع ده مش هيكمل على طول شباب انا فعلا حاسس ان هيجي بص كده يكون يفضل يجلدني لحد ما ازهق منه لكن ده انا منتظره لكن هل ده معناه ان فايتات النهارده كانت وحشه لا الصراحه كانت فايتات ممتازه سواء البص ده او حتى دراجون فلاي دراجون فلاي ده اصلا كان بص سهل ما توقعتش ان هو اصلا يكون بص حقيقي فكرت ان هو مثلا ميني بص او حاجه لكن واضح ان هو بص حقيقي فعلا فبقى مش عارف ازاي بقى نظام البصات الجايه هل هيبقى نفس الموضوع ده ولا هيبقى اصعب فاصعب ان احنا المره الجايه يا شباب هيكون عندنا البروفيدينس والكيسليس فويد بصراحه ده انا قلقان منه جدا يا شباب لكن اهم حاجه في الكومنتات تحت شباب قولوا لي ايه هي الحاجات اللي محتاجه عشان اكون بطور الهيلث بتاعي انا قعدت ادور كتير على موضوع الهيلث ابجريد لكن ما لقيتش انا حتى الان هيلث شباب 730 زي ما انتم شايفين لكن مش عارف هل ينفع ممكن اكون بعمل ابجريد تاني هيلثي بعد كده ولا لا قبل البوستات الجايه فطبعا شكرا لكم كلنا اتمنى يكون الفيديو عجبكم واتمنى اشوفكم شباب في الفيديو الجاي يلا باي باي.